ترند جديد وقصة جديدة بتخرج من قلب الوسط الفني اللي بقت أخبار نجومه بتتصدر محركات البحث بصفة شبه يومية. الحقيقة امبارح اتكلمنا عن أزمة تسجيلات والد حسام حبيب وشيرين واللي انتهت باعتذارات ومواقف محترمة جدا من أصحاب الأزمة. النهاردة بقى الأزمة مش جديدة والقصة برضو مش جديدة لأنها مثارة بقالها فترة كبيرة جدا، وهي القضايا اللي مرفوعة ما بين الفنانة هالة صدقي وزوجها. تابعونا. قبل يومين بالظبط أصدرت محكمة الأسرة بقصر النيل حكم حبس سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي 30 يوم، وده على خلفية الدعوة اللي أقامتها الفنانة هالة صدقي ضده في المحكمة، وده بسبب امتناعه عن دفع المصروفات الدراسية لأبنائها واللي قيمتها بتبلغ تقريباً 1,100,000 جنيه. خبر قرار محكمة الأسرة اللي صدر ضد زوج الفنانة هالة صدقي تسبب في إعادة أزمتهم من جديد إلى الساحة الإعلامية، واللي كانت الحقيقة هديت خلال الفترة الأخيرة بعد شوط كبير جداً من المناوشات والتصريحات الإعلامية المتبادلة ما بين الطرفين واللي كانت وصلت بيهم إلى قاعات المحاكم. البداية كانت قبل شهور، وتحديداً في أواخر السنة اللي فاتت خرج زوج الفنانة الكبيرة هالة صدقي بعد سنوات من زواجهم اللي تم عام 2007 عبر صفحات السوشيال ميديا بفيديو تم تداوله طبعاً من كل رواد السوشيال ميديا واللي بيتهمها فيه بالاستيلاء على أمواله. مش بس كده كمان، لا، وطالبها بعمل تحليل DNA لأبنائه سامو ومريم واللي أعمارهم تقريباً 11 سنة، وكمان بيطعن في أمومتها ليهم وبيدعي إنهم مش أبنائها. وطبعاً بعد تداول كبير للفيديو والتصريحات وإثارة الأقاويل والاتهامات اللي وجهها زوجها والمحاميه، لجأت هالة صدقي للنائب العام وتقدمت بمذكرة ضد المحامي اللي ظهر أيضاً في مقطع الفيديو ووجه خلاله اتهامات كبيرة جداً ليها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، وبالفعل قام برفع دعوة إنكار نسب لأولادها. محامي زوج الفنانة هالة صدقي وقتها قال في الفيديو إن زوج هالة صدقي قام بعمل توكيل عام ليها، وانه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة ارض لنفسها، وده خلال فترة زواجهم واللي كان تمنها بيتجاوز مبلغ 6,000,000 جنيه، وان الخلاف بدأ من اللحظة دي وبعدين جت قضية اثبات النسب واللي ادعى فيها ان زوجته زرعت بويضة علشان تنجب ابنائهم، لتخرج بعديها الفنانة هالة صدقي وتكتب على حسابها على انستجرام كواليس كل اللي دار في المحكمة بخصوص قضية النسب، وقالت انه تم الغاء القضية المشينة والمهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم، وده لعدم دخول محامي للقاعة بعد التأكد من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعاه. الحقيقة ان لحد هنا ما انتهتش القصة خالص. خرج زوجها من جديد على فيديو برضو عبر حسابه على فيسبوك وقال في نهاية الفيديو: بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، ما تلزمنيش ولا تكوني زوجتي في نفس اللحظة اللي انا بتكلم فيها دي. في محامي في مصر شغال في قضية الطلاق. وبعد إعلان تطليق زوجته الفنانة هالة صدقي عبر فيديو على الفيسبوك، أعلنت إنه طلبها في بيت الطاعة، ونشرت القرار ده على حسابها بموقع انستجرام وعلقت عليه ساخرة: خبر سيء لكل اللي تقدمولي، فالزوج طلبني مرة تانية في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه رسمياً قدام كل العالم، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، فشكلها تكون طاعة أونلاين. الحقيقة أن كان موضوع طلبها في بيت الطاعة هو أول رد فعل ليها على قرار محكمة الأسرة بحبس زوجها، ونشرت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام صورة وعلقت عليها ساخرة: احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة واللي لسه بيدور على بيت أطيعه فيه.